مين المدافع اللي كنت بتعمل حسابه في الماتشات تعمل له ألف حساب قبل مباراه غزل المحله مع الفريده؟ ده انا منازل ومركز. انا طبعا كان في الزمالك محمد توفيق وكان في مصطفى يونس في الاهلي، بس مصطفى يونس كان صاحب او اتنين صحاب يعني. بس كان محمد توفيق داش واجريسيف في اللعب كده، مصطفى يونس بقى بسكوت بس لعيب كوره. واخد بالك؟ لعيب كوره ومش لازم عافيه قوي لكن بيفهم يعني. ادي اكتر كابتن احمد ماهر الله يرحمه. الساعه هنا بترن كل قد ايه؟ كل نص ساعه باين او كل ربع ساعه. كل ربع ساعه بترن. كل ربع ساعه. هو بتبين لنا بقى واحنا بنلعب، خلي بالكم. ده فاضل خلاص يعني احنا قربنا. لازم نشد حيلنا شويه. احلى هدف كابتن حنفي ما ينساهوش في تاريخه، سواء في الدوري في افريقيا، الهدف اللي انت ما تنساهوش واحلى هدف انت احرزته. الهدف احلى هدف انا كنا اول ما رحت المنتخب. كان كان في الوقت ده كان فيه روس حربه جامده في مصر، الشاذلي وعلي ابو ريشه واخد بالك، كان عبد العزيز عبد الشافي لسه طالع صغير، بس الجيل بتاع الكابتن خطيب بقى ومصطفى عبده ومصطفى يونس 3-74 ظهر ده جه بعديكم اللي بعدينا. احنا ايام صفوت عبد الحليم والمجموعه دي، صفوت وابراهيم عبد الصمد والمجموعه دي. كابتن احمد ماهر كان بيلعب، وكان بيلعب مصطفى يونس موجود. بيلعب كابتن انور سلام. المهم الجول اللي انا مهم بالنسبه لي لما رحت المنتخب، خدني الكابتن حسن حلمي وهو على مسؤوليته، بالرغم ان في لعيبه روس حربه في مصر جامده جدا، قال لك ده انا عاوز دوت انا على مسؤوليتي يعني. ورحت المنتخب، كنت انا اللي موجود قبل مني كان هناك كان السياجي وعبد الرحيم خليل. الفتره دي رحت، وبعدين لعبت اول ماتش في ليبيا. الجون ده طبعا انا ما انساهوش ابدا طبعا. كسبنا 1-0، انا اللي جبت الجون يعني، كانه قدامي كان ليبيا في ليبيا. ليبيا في ليبيا. وجينا رجعنا الماتش العوده هنا في القاهره. كسبنا 2-1، انا جبت الجولين برضه. انت كان كعبك عالي زي ما وانت موجود في المنتخب يا كابتن حنفي، العلاقه طيبه ما بين كل نجوم الانديه؟ طبعا طبعا طبعا. انا كان موجود كابتن مصطفى يونس في الوقت ده، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن فتحي مبروك، ابراهيم عبد الصمد، بالك دي الاجيال اللي كابتن احمد عبد الباقي. حبيبي، العلاقه طيبه جدا جدا لا جدا. وحاجه تحسب كمان واحنا كنا عدد او غزل المحله يروح منها كام النجوم دي عدد. وكمان ايه، انت النهارده انديت اقاليم. انت بره اهلي وزمالك بالتاكيد. ما هو يعني لما في لعيب من الاقاليم ينجح وكده في المنتخبات بيبقى بطل. لانه تخطى ناس كتير في القاهره يعني. ايوه واخد بال حضرتك. مين اقرب الناس لجيلك؟ اقرب الناس ليك في الجيل بتاعك، من اقرب الناس ليك مين؟ خارج ده اللي هو كابتن زيزو عبد الحبيبي. عبد العزيز، كابتن مصطفى يونس حبيبي. طب من المحله؟ من المحله الموجودين الكابتن محرز وعمر طبعا. الموجودين اللي باقيين يعني. كابتن محرز وكابتن عمر عبد الله وكابتن عبد الدايم. كل دول. والجيل اللي بعدنا طبعا. عبد الستار يعتبر مننا برضه بس هو اصغر مننا شويه. لحقنا يعني. عبد الستار موجود برضه يعني حبيبنا. واحنا كلنا طبعا زي يعني احنا عشان احنا بعيد عن الكوره خلاص بقى يعني. ما ف يعني في المناسبات بنشوف بعض او بالتليفون او كده يعني.